لقاح أكسفورد ربما في ديسمبر وفايزر يقترب من الكمال. البؤرة 5 تفتح أبواب الشك. بخاخ أنفي يقي من كورونا على مدار 24 ساعة. معلقة القهوة بالشعر. ابقوا معي، هناك المزيد في العربية صحة. يبدو أننا اقتربنا بالفعل من موعد مصل كورونا، ففي بارقة أمل كبيرة أعلنت شركة أسترازينيكا أن لقاح كورونا الذي تطوره مع جامعة أكسفورد قد يكون جاهزاً للاستخدام في نهاية ديسمبر، ومن الممكن البدء في عمليات تطعيم واسعة النطاق في يناير وربما في نهاية ديسمبر. هذا في وقت أعلنت فايزر الأمريكية عن إثبات لقاحها فاعلية وصلت إلى 90% في النتائج المؤقتة الأولى لتجارب المرحلة الثانية والتي شارك فيها 45 ألف شخص. البؤرة 5 سلالة جديدة من كورونا تؤرق العلماء، فبعد أن انتقلت عدوى الفيروس من حيوان المينك إلى 12 شخصاً في الدنمارك، بدأت المخاوف تكبر من النسخة المحورة للفيروس وتهديدها بشكل أكبر على عملية تطوير اللقاح وإضعاف فعاليته ربما. والخوف الأكبر هو أن تنقل حيوانات أخرى الفيروس كالقطط غير المنزلية، بحسب أنجيلا راسموسن عالمة الأوبئة في جامعة كولومبيا في نيويورك. وأشارت إلى وجود قطط في الشوارع تلقت عدوى كورونا وخطر نشرها للفيروس فيما بينها وللإنسان لانتشارها بشكل أكبر من حيوان المينك حول العالم، ما قد يجعل القطط مستودعاً دائماً للفيروس يطيل عمره لسنوات. من جامعة كولومبيا أيضاً، خبراء عكفوا على تطوير بخاخ أنفي يستطيع الوقاية من كورونا. ببساطة، قاموا بمزج مادة دهنية مع مركب البيتيد الذي يضم أحماض أمينية لمنع وصول الفيروس إلى نسيج الخلية عبر الأنف، ويغلف المنطقة ل 24 ساعة. ونجحت التجربة على حيوان النمس ونماذج ثلاثية الأبعاد لرئة بشرية ليظهر نتائج واعدة في ظل غياب لقاح أو علاج معتمد لكورونا حتى الآن. يرتبط التحذير من التجمعات وتجديد الإجراءات الوقائية خاصة التباعد بمعدل الإصابة بفيروس كورونا. بحسب موقع Medical News Today، فإن الالتزام بحصر التجمعات في 10 أشخاص أو أقل هو الإجراء الأسلم لكبح تفشي الوباء، وذلك بناء على دراسة لباحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أظهرت قياس كيفية انتشار الفيروس في التجمعات في مقاطعة بولاية واشنطن مثلاً. تابع الباحثون حالة 53 مصاباً تبين أنهم التقطوا العدوى عن طريق شخص واحد، وفي نشاط حضره 61 شخصاً على مدى ساعتين ونصف الساعة فقط، تم تشخيص الإصابة بفيروس كورونا لدى 33 شخصاً، أي أكثر من نصف الحضور. الآن بعيداً عن أخبار كورونا، وإلى عادة يمارسها معظم البشر، شرب القهوة لها محاسنها ومساوئها، لكن هناك فائدة مفاجئة للقهوة تحدث عنها موقع Healthline المختص في الشؤون الطبية، فهي تساعد على وقف تساقط الشعر كما تحفز نموه أيضاً. يقول الخبراء إن تساقط الشعر يزداد تسارعاً من جراء كثرة الهرمون الذكوري المعروف بديهايدروتستوستيرون، لأنه يؤثر بشكل مباشر على بصيلات الشعر. ولا يقتصر هذا الهرمون على الرجال فقط، لأنه موجود لدى النساء أيضاً، وحينما يزداد في الجسم فهو يؤثر أيضاً على تساقط الشعر لديهن. القهوة وتحديداً مادة الكافيين التي توجد فيها تستطيع أن تحمي بصيلات الشعر من تأثيرات هذا الهرمون وتزداد الجذور اتساعاً في فروة الرأس.